الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تطرد أحدا من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية ولن تنحدر لهذا المستوى. وأضاف الرئيس الروسي أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة استفزازية وموجهة لضرب العلاقات الروسية الأمريكية، وأردف قائلا إن بلاده ستنتظر أفعال الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب قبل اتخاذ أي خطوة بشأن العلاقة مع واشنطن. للوقوف أكثر على تفاصيل أو حول تفاصيل هذا الموضوع، أرحب بضيفي الدكتور محمد فرج الله، الكاتب والباحث في الشؤون الروسية والشرق أوسطية من كييف. أهلا بك دكتور محمد معنا. يعني ماذا أهلا بك، ما دوافع الإدارة الأمريكية بطرد 35 دبلوماسيا أمريكي روسيا؟ طبعا سيدي الكريمة، يعني هنا نتوقف قليلا على الانتخابات الأمريكية الأخيرة. هنالك من الكثير من هلل أو تفاءل بأن قدوم ترامب هو الرئيس الأمريكي الذي سيكون قريبا الخط الشرقي أو إلى الموقف الروسي، والكثير نسي بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي موقفها التاريخي هو ينظر إلى روسيا ليس كشريك أبدا، إنما كند، وعملها في البريسترويكا وانهيار الاتحاد السوفيتي أكبر دليل، وهي عبارة عن قطار على سكة والرئيس لا يحل ولا يربط. بعد أن تفاءل كثير بقدوم ترامب، حاليا نحن على مرحلة جديدة. هنالك من توقع تقارب الأمريكي الروسي، إلا أنه حتى قبل نهاية العام هنالك بدأت شبه حرب، لا نقول يعني باردة، إنما نقول حرب كلامية إعلامية، كي أولا تطمئن السياسة الأمريكية كل حلفائها بأن روسيا لن تكون شريكا، كي تطمئن كل حلفاء في المنطقة الشرق الأوسط بالذات القضية السورية والحليف التاريخي إسرائيل بأن أمريكا هي وفية لهم ولن تعمل على عملية التقارب من روسيا. إضافة إلى أن الولايات المتحدة هي شهدت، والغرب بشكل عام شهد، خسارة كبيرة بل هزيمة في الأزمة السورية، وهي لم تستطع، إنما غرقت في هذه المستنقعة في حين روسيا حققت المكاسب الأكثر. وهنا تريد أمريكا جر ربما روسيا والمعسكر الشرقي إلى مربع آخر. طيب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا لن ترد بطرد دبلوماسيين أمريكيين. رد بوتين هل كان مفاجئا نوعا ما أم متوقعا بعدم الرد؟ بالطبع هو كان متوقع. على أولا، روسيا بغض النظر عن كثير ربما من مشاحناتها مع جيرانها في الشرق الأوسط إلى في عفوا في أوروبا الشرقية، إلا أنها لا أظن بأنها قد تقدم على عملية طرد دبلوماسيين إلا أن تعلن نفسها قبل ذلك. إضافة إلى أن الحرب الإعلامية ما بين الجانبين وما بين حتى كل الأطراف ما يخص ما يسمى الحرب الهجينة، هو من يبدأ يكون دائما له اليد العليا، فأرادت أمريكا أن تكون هي من يبدأ. أما عملية الطرد هذه قضية خطيرة سيدتي الكريمة، يعني طرد دبلوماسيين هذا يعني إعلان حرب. صحيح. ولا أظن بأن حاليا روسيا أو أي دولة في أوروبا الشرقية معنية لفتح حرب، بالذات أن روسيا شئنا أم أبينا بدأت تكسب على الجبهة الأوروبية والشرق أوسط بعد تقارب تركيا معها. شكرا جزيلا لك دكتور محمد فرج الله، الكاتب والباحث في الشؤون الروسية والشرق أوسطية من كييف، على هذه المشاركة.